يقول: من كان في مكة وسيقيم فيها 3 أيام، هل يصلي السنن الرواتب؟ إذا كان إقامته قصيرة وسيسافر، فهذا إن صلى وحده أو مع ناس مثلهم سافرين يقصرون الصلاة ولا يصلون الرواتب إلا الفجر، الفجر لا تترك راتبته. أما إذا صلى مع الناس في المسجد الحرام أو في أحد المساجد فإنه يتم الصلاة معهم ويأتي بالرواتب لا بأس.